بالنسبه لظهور تشقق في الشفتين، ظهور تشقق في الشفتين لازم اولا امل كتقول قشور مش تشقق يعني قشور قشور في الشفتين. هذه القشور في الشفتين نتيجه ايش؟ نتيجه في مرض في الامعاء، مرض داخلي. لازم تشخيص المرض الداخلي اولا لمعرفه هل عندنا قولون، هل عندنا حرارة حمى البطن، هل لازم نعرف ايش هي المشكلة الموجودة داخلية في البطن. لانه اي حاجة حتى اللسان الان عندنا طريقة كشف الامراض من اللسان، اللون الاحمر في اللسان، اللون الداكن من في الابيض في اللسان، اللون الاصفر في اللسان، هذه مجموعه من حتى الشفتين. الله سبحانه وتعالى صور جسم الانسان كذلك في وجهه، الامعاء كلها ظاهره في 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 وجهه، موجوده في الوجه. اذا اي تغير في نضاره الوجه، مثلا نعطيك الهاله السوداء استاذه سفيان، الهالة السوداء معناته أنه الدم لا يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، أنه الدم يعني لا يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، يعني معناته أنه فيه خلل على مستوى الامتصاص أو تخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون على منطقة الكبد والرئتين. إذا هنا تظهر مسألة الهالات السوداء تحت العينين. إذا أي مرض، أي مشكلة تظهر على الوجه إلا ولها علاقة بماذا؟ بأمراض داخلية باطنية موجودة في الداخل، وبالتالي تحصل المشاكل. إذا أول حاجة أنصحها بزيارة عيادة الطبيب من أجل معرفة السبب.